الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ونقل الرئيس تحيته للعاهل الأردني وتقديره لدعوة جلالته لحضور القمة العربية التي تستضيفها الأردن نهاية مارس المقبل. وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية واستعادة دور وفعالية الدولة الوطنية، خاصة في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب وامتدادها لتشمل جميع أنحاء العالم. دكتور مختار، يعني ما أهمية تلك القمة بالنسبة لمصر؟ لا، أهمية تلك القمة بالنسبة لمصر دي يعني حاجة أساسية بالنسبة لمصر. عندما تتحدثي عن مصر تلت عدد سكان العالم العربي، دولة الاتزان في هذه المنطقة، الدولة المحورية القطرية اللي بيدها الحرب والسلم في كثير جدا من الأمور، لا القمة مهمة جدا بالنسبة لمصر. لكن هي القضية مش أهمية القمة بالنسبة لمصر، القضية هي أهمية القمة بالنسبة للعالم العربي، إنه العالم العربي في أمس الحاجة إلى هذه القمة. طالما إحنا مش قادرين أو مش ناجحين إن إحنا نعمل قمم استثنائية، وطالما إحنا مش ناجحين أو مش قادرين بدرجة أو بأخرى. نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. اتحاد الغرف التجارية يفتح النار على قانون الاستثمار. السيسي يتسلم دعوة الملك عبد الله لحضور القمة العربية. الحكومة تقر مشروع قانون الإفلاس، الاكتفاء بالغرامة وإلغاء الحبس. لأول مرة منذ 18 شهراً سياح إسرائيليون يزورون مصر تحت حراسة مشددة. الزمالك يهدد باستبعاد باسم مرسي من القائمة الإفريقية وحلمي